في الديسبوزيتيف نتاع وزارة الصحة جوستومون وخصوا لهم جناحين في القطار باش يجيبوا الرعاية، باسكو ديبي لي تي كيستيون يجيبوا غير 36 جزائري، ولكن انا كنت تحدثت يوم السبت وقلت باللي هذا الديسبوزيتيف خطير خطير بالبزاف، ديجا ماهوش مليح على الرعايه اللي راهي جايه، ديجا بسيكولوجيكمون راهم اباتو، لو ستريس نتاع اللي راهم عايشين في يوهان، اي اون بليس المعاناه نتاع السفر، سيتادير اللي يقول لهم ان اوندوا وين يقدروا يتنفسوا فيه، القطار ماشي ان اوندوا اللي يقدروا يتنفسوا فيه، اي اون بليس نحطوهم في القطار، القطار عندنا دي مالاد ايمينو ديبريمي 95% من الاكتيفيتي نتاع القطار هما الاشخاص متعايشين مع الفيروس السيدا، يعني عندهم المناعه هابطه، كنا يعني لو كان درنا هذه الخطوه لو كان جابوهم في القطار شغل كانوا يديروا الغاز على يعني كانوا يديروا قنبله. الحمد لله راهم سيغتان ما سمعوا، والحمد لله ايزون كما قال لك ايزون غوفي لاغ ديسبوزيتيف مانتون يدوهم دون اون ريزيدونس سا بو اتر مش عارف او بور دو لا مير. نذكر انه هذه الاقامه متوفره على كل الظروف الصحيه والاجتماعيه. هوروزمون ما داروش الغلطه تاع القطار، هوروزمون كانت قنبله.